فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بيع السلاح في الفتنة منهي عنه، فإذا نهى ولي حرام، ما هو مسمني عن حرام، لأنه من الإعانة على الباطل. نعم. فإذا نهى ولي الأمر عن بيع سلاح معين في غير الفتنة، فهل يكون بيعه محرما؟ أي نعم، طاعة ولي الأمر في غير معصية الله واجبة، لا يجوز معصيته، لأنه ما يمنع من شيء إلا فيه مصلحة للمسلمين ومصلحة للمجتمع. نعم.